مجالات بيم الربيع العدد الثاني. البيم، هل هو علم مستحدث فعلا أم أنه علم ضارب في القدم؟ مقالة المهندس أحمد لطفي. إن أول توثيق تاريخي لمصطلح نموذج معلومات البناء أو البيم يظهر بشكل غير صريح في بحث للمهندس الأمريكي دوغلاس إنجلبرت عام 1962 ميلادية، حيث يقول فيه: بعد ذلك يبدأ المهندس بإدخال سلسلة من المواصفات والبيانات، 6 بوصات لسمكة البلاطة و12 بوصة لسمكة الجدران الخرسانية المثبتة بعمق 8 أقدام وهكذا. وعندما ينتهي يظهر البناء على الشاشة كشكل هيكلي يقوم المهندس بمعاينته وتعديله، ثم تزداد قوائم هذه المعلومات المدخلة وتتراوض أكثر، مما يشكل فكرة ناضجا داعما للتصميم الفعلي. كان ذلك عام 1962، حيث وضع دوغلاس مبدأ دمج المعلومات في هيكل واحد وليس فصلها كما يتم في أغلب الاختصاصات العلمية حاليا، بهدف التخصص في شتى المجالات وليس في مجال البناء فقط. في الحقيقة فإن دوغلاس إنجلبرت كان يجري بحثا حول العلاقة التفاعلية بين الإنسان والحاسب وكيفية الاستفادة منها لجعل العالم مكان أفضل على حد قوله، وليس عن البيم. ولتقريب الموضوع، فمن المفيد هنا أن نتذكر أن الرجل ذاته هو مخترع فأرة الحاسب التي يستعملها المليارات اليوم كأداة أساسية للتفاعل مع الحاسب الآلي، وهو ما أعطى البيم دفعة قوية وإمكانات أكبر. ولكن في الحقيقة أسلوب البيم في البناء كان موجودا قبل ذلك بكثير، وسنة 1962 لم تكن هي فعلا أول سنة يفكر فيها أحدهم بدمج المعلومات الهندسية معا. ماذا عن تلك الصروح الهائلة ومعجزات العالم القديم التي يقف مهندس اليوم والمتطور نوعا ما مذهولا أمامها ليتساءل كيف بنيت وما الأسلوب المتبع آنذاك لهندستها وبنائها؟ يقول البروفيسور جورج رايت في كتابه الأبنية القديمة في جنوب سوريا وفلسطين: إن أول دليل حقيقي لمخططات معمارية ومخططات تنفيذية يدوية اكتشفت في الشرق الأوسط، وتحديدا في بلاد ما بين النهرين وفي مصر، وقد وضحت فيها تفاصيل الواجهات قائمة على المساقط مباشرة في مخطط واحد، والذي كان أسلوبا رائعا للمحافظة على التطابق والتناسق بين المساقط والواجهات. وإذا فرضنا جدلا أن ما نحن فيه اليوم من فكرة دمج المعلومات في هيكل تفاعلي واحد هي قمة التطور، فلابد أن فكرة فصلها في مخططات منفصلة تبعا للاختصاص كانت فكرة سيئة. حسنا، هناك من يعتقد ذلك بالفعل، ولإثبات ذلك علينا أولا التفكر في أصل صنعة البناء قبل أن تتحول إلى هندسة متعددة الأقسام والاختصاصات وتطورها عبر العصور. فمنذ أن اتسعت العلوم، تحديدا العلوم الهندسية، واضطر الإنسان للتخصص ليستطيع الإلمام بكم المعلومات الهائل والمتسارع ليمارس مهنته ويشكل فرقا في هذه المهنة التي غالبا ما يشغلها عدد هائل من الناس، أصبح المهندس الآن مع اختلاف اختصاصه أقل إبداعا. ولإثبات ذلك دعونا نعود لأحد صروح البناء في العالم القديم كأهرامات الجيزة مثلا، والذي لا يزال يقف شامخا صامدا حتى اليوم كتحفة معمارية. هذا الصرح، والذي كان غالبا وراء تصميمه وتنفيذه شخص واحد فقط، هذا الرجل كان الفنان والمصمم والمعماري ومدير المشروع ومندوب المالك والمهندس الإنشائي والميكانيكي والمصمم الداخلي ومصمم المناظر الطبيعية وحتى استشاري الاستدامة أو المباني الخضراء. هل هذا معقول؟ هل يمكن لإنسان واحد الإحاطة بعدة علوم مختلفة مرة واحدة حتى لو كانت مما نسميها اليوم علوم بدائية أو أساسية؟ أجل، كان هذا ممكنا في الحقيقة، وهذه العلوم ليست أساسية ولا بدائية، إنها في الحقيقة علوم ناضجة واعتمدت عليها علوم العالم الحديث لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، بدليل أنها لا زالت تدرس حتى اليوم في مراحل دراسية وجامعية مختلفة. يقول بروفيسور روبرت جارلاند في كتابه: الجانب الآخر من التاريخ، الحياة اليومية في العالم القديم، إن الحرفة في مصر القديمة مثلا كانت حكرا على العائلة الواحدة، وكانت هذه هي الحال في معظم مناطق العالم القديم. فالبناء مثلا سيعلم أولاده البناء وسيرثون المهنة عن أبيهم مع كل أسرار المهنة، ولا ننسى أن ذلك الأب ورثها عن جده الذي ورثها عن أبيه الذي ورثها عن جده، وهكذا ستكون في رجل بناء واحد خلاصة خبرة 10 أجيال مثلا، بما يعادل 330 عام.
ويكفي أن نتذكر سيرة وإنجازات علماء تلك الحقبة من الحضارات الإغريقية والرومانية والفارسية والإسلامية وغيرها، الذين نبغوا في عدة مجالات معا، حتى أنهم ابتدعوا علوما جديدة لم تكن في أسلافهم. تلك الاكتشافات والعلوم الجديدة كانت تثمر دمج الاختصاصات لمركزيتها ووجودها في قلب وعقل إنسان واحد. إذا نستطيع أن نقول أن هذا الشخص الذي يقف وراء تصميم وبناء أحد الصروح في العالم القديم كان يفكر في كل شيء بالتوازي، وكأنه يملك في رأسه وقلبه مساحة تخزين تفاعلية، تسجيل وقراءة وتعديل، ونموذجا بمعلومات مدمجة يستطيع كشف التناقضات والأخطاء وإخراج المقاطع والمساقط منه والكميات، إضافة لزمن التنفيذ والتكلفة، وحتى مطابقة مواصفات المواد، وتعديل التصميم حتى متى أحس بفائدة ذلك. أليس هو ذاته مبدأ البيم؟ دمج البيانات في نموذج واحد مركزي لسهولة معالجتها والوصول إليها. ماذا لو عرفت أن أغلب الصروح المعمارية القديمة كانت تنفذ كنموذج على مقياس صغير لعرضها على الملك أو الحاكم في تلك الأيام، وهو ما يسمى في أيامنا هذه مكات؟ ولعدم وجود مواد خفيفة وسهلة التشكيل كالبلاستيك والورق المقوى المستعملة في أيامنا، كانت النماذج تصنع من نفس المواد التي ستبنى منها في الحقيقة. ليكون المكات عبارة عن محاكاة حقيقية للمشروع المراد تنفيذه، أي أنه كان بالإمكان هز القاعدة التي وضع عليها النموذج لمحاكاة دراسة زلزالية للمشروع، أو تعريض المشروع لتيار هوائي لدراسة مقاومة واجهات المشروع للرياح. والآن بعد أن عرفت كل ذلك، هل لازلت تعتقد أن البيم هو أسلوب بناء المنشآت باستخدام المعلومات المدمجة بنموذج واحد لسهولة المعالجة والمقارنة والاسترجاع هو أسلوب حديث؟ في الحقيقة أن هذا الأسلوب كان هو الأصل في تصميم وتنفيذ المشاريع، وأن الأساليب التي كانت متبعة في 1000 عام السابقة حتى اليوم هي أساليب فرعية مستحدثة. ومع تقدم العلم وتوفر الأدوات ذات الكفاءة العالية وغير المحدودة من برامج وأجهزة، نستطيع أن نجزم أن البشرية عادت لنفس الأسلوب الصحيح، وسنرى قريبا إن لم تكن بدأت بالفعل إبداعات خلاقة في مجالات البناء والتخطيط والطرق والبنية التحتية. فأبشروا وسددوا وقاربوا.